قوي اننا مشاهدينا نحافظ طبعا على صحتنا وصحه ولادنا باكل صحي، باكل يكون معمول دايما في البيت، يكون نظيف مضمون مش ملوث. من اهم الاكلات اليوميه طبعا المصريه على الفطار هي الفول، وكمان بنحب كلنا وبنحب نحلي بالبليله. تعالوا نشوف مع بعض دلوقتي تقرير عن طريقه سريعه لعمل الفول والبليله مع ندى عيسى ومع رشا. تعالوا نشوف التقرير. زي ما معودينكم ان احنا على طول بنيجي وجايبين افكار بسيطه وسهله ممكن اي حد يعملها في البيت، مش شرط تكون افكار ديكور، ممكن تكون افكار للمطبخ. فالنهارده احنا جايين وجايبين فكره الفطار كوجبه غذائيه متكامله. هنعمل مع بعض الفول، بدل ما ننزل نشتريه من السوق وممكن يكون الفول فيه اضافات او مواد حافظه او الوان صناعيه، احنا ممكن نعمله في البيت ويبقى الحاجه مضمونه. النهارده معانا رشا، هي اللي هتعمل لنا الوجبه بتاعه الفطار المتكامله. فتعالوا بقى نشوف رشا هتعمل ايه. احنا النهارده هنعمل حاجه بسيطه جدا وسهله ومش مكلفه في نفس الوقت. هنعمل فول مدمس بس في البيت، مش هنعمله في الشارع، مش هنجيبه من الشارع. حلو قوي، قولي لي بقى ايه فوائد الفول. طبعا كلنا عارفين ان الفول ده وجبه ما لا يخلو منها بيت في بيت مصري، وطبعا معظم الناس بيستسهلوا بيجيبوه من الشارع، فاحنا النهارده هنعمله في البيت بدون اي اضافات مواد حافظه ولا اي حاجه خالص. انت عارفه طبعا ان الفول غني جدا بالفيتامينات، بيعالج الانيميا لان في نسبه عاليه جدا من الحديد، وطبعا في بروتينات كمان لانه نوع من انواع البقوليات، وبروتين مهم جدا للاطفال والكبار، ويعتبر وجبه غذائيه متكاملة. يعني اللي يفطر فول زي ما بيقولوا يسند معاه طول اليوم. طبعا طبعا، وطبعا لو لما نضيف ليه البليله بنعلي من القيمه الغذائيه بتاعه الوجبه بتاعتنا، لان البليله معموله من القمح، والقمح مهم جدا للعظام، وبنضيف ليه كمان اللبن ده عشان كالسيوم برضو للاطفال، وكمان البليله من الحاجات اللي طعمها حلو يعني مفيده يعني بتدي طاقه بقى. اه بعد يا رشا بقى ما قلتي لي الفوائد بتاعه البليله والفول، عايزاكي تقولي لي الخطوات بتاعه الفول بالترتيب، المفروض نعمل ايه خطوه خطوه. اول حاجه بنجيب الفول ونغسله كويس جدا وننقيه لو كان فيه زلط في اي حاجه، وبعد كده بعد ما بنغسله بننقعه على الاقل 6 ساعات، لان الفول طبعا ما بيستويش بسهوله، فلازم يتنقع فتره طويله، لان النقع ده بيخلي الفوله تكبر، يعني حجمها يكبر وبتشرب ميه يعني كتير، حجمها بيكبر فبتستوي بسهوله. بعد ما بيتنقع بيتصفى كويس وبنعمله في القدره، ولو ما عندناش قدره ممكن نعمله في حله. وبعد ما بنحطه في القدره بنغلي ميه سخنه ونحطها على الفول. ليه بقى؟ ما ينفعش نحط ميه ساقعه على الفول. ليه؟ لان الميه السخنه دي بتعمله زي صدمه من ساقع لسخن، فبيبدا ان هو يبدا يعني بتساعد في تسويته. بعد كده بنحطه على نار عاليه، وبعد ما بيقلب كده بنوطي النار شويه عليه، وبنضيف له بقى الاضافات اللي احنا هنقول عليها اللي هي العدس والفول المدشوش. ليه بقى عدس وفول مدشوش بالذات؟ العدس بيديله لون حلو، يعني بيديله لون فاتح حلو، والفول المدشوش بيديله قوام. بعد كده بقى بنسيبه على النار، على نار هاديه جدا جدا، وكل فتره بنبص عليه بنقلبه وبنضيف له ميه، لان طبعا الميه بتنقص، هو بيشرب الميه فبنضيف له ميه. بعد كده بقى بنسيبه طبعا، بنحط له اضافات ملح لا طبعا الملح والزيت والحاجات الاضافات دي كلها بعد ما بيخلص خالص ويستوي وبس. يعني كده انت قلتي ان احنا هنحط اول حاجه ننقعه، وبعد كده نحطه على النار ونحطه ميه مغليه على طول، وبعدين نضيف بقى الاضافات بتاعتنا اللي هي العدس والفول المدشوش. دول الاساسيات دول بقى الأساسيات. انت عايزه تضيفي بقى ممكن نضيف جزر او طماطم عشان يدي لون احسن. بالظبط. وبعد كده كل فتره نبص عليه ونقلب ونزوده ميه سخنه. بالظبط. وبعد كده يبقى مستوي، بياخد من 3 لـ4 ساعات. يعني 3 لـ4 ساعات. يعني على نار هاديه جدا نعرف ان هو بقى مستوي، ان احنا نحط بناخد الفولية وكده ونشوفها ونجربها ونشوف هي مستوى ولا لا، وخلاص كده. تعالي بقى يا رشا نشوف الفول استوى ولا لا. اوكي، هو كده استوى تمام، هو خلاص كده بدأنا اخد اللون البني الفاتح ده خلاص، والفولة خلاص بدأت تتكسر معانا، يبقى هو خلاص كده استوى تمام.
هنغرفه دلوقتي صح؟ بس قبل ما نغرفه بقى ممكن تقولي لي ايه انواع الفول اللي احنا ممكن نعمله؟ ممكن نعمله بطرق كتيره قوي. ابسط طريقه اللي هي معروفه اللي هو بالزيت والليمون، وطبعا احنا انت عارفه احنا بنحط الليمون عشان يساعد على امتصاص الحديد اللي موجود في الفول، ودي من افضل الطرق بحيث ان احنا نستفيد من الفول. الفول في حديد على لا الفول في حديد، فلازم نحط له فيتامين سي عشان يمتص الحديد، عشان جسمنا يقدر يمتص الحديد. فبنحط الليمون عشان نعرف نستفيد بالفول. بس دي اول طريقه. في تاني طريقه ممكن نعمله بالزبده، ممكن نعمله بالزبدة عادي، زبدة وملح وكمون بس، ما بنحطش اي حاجة تانية. ممكن نعمله بقى بالبصل والطماطم والفلفل الرومي اللي هو فول بالقوطة، وفول اسكندراني المعروف. اسكندراني ده غير فول الزيت الحار؟ الفول اسكندراني ده بيبقى بالطماطم يعني والبصل بس، وممكن نعمله كمان بالزيت الحار. طب احنا بقى النهارده قوليلي احنا هنعمله زيت وليمون. احنا هنعمله طبعا بزيت وليمون عشان نضمن فايدته تبقى واصله. تمام، بس هنبدا نغرف. احنا كده خلصنا الفول، وهنبدا دلوقتي نعمله بالزيت والليمون زي ما قلنا. بتحبي بقى تاكليه مهروس يا ندى ولا بتحبي تاكليه صحيح كده؟ اهرسه. فانا بقى هساعدك ان انا اهرسه، وانت جايبه كمان كمون. بيدي طعم حلو قوي للفول، بالإضافة طبعا الفوائد الكتيرة للكمون، يعني مفيد كمان للمعدة قوي. ونحط بقى الملح والزيت والليمون. تمام، هتبقى حط الليمون الكمون والملح. الملح طبعا على حسب كل واحد، هفضل نحط معاه عيش. ممكن نحط زيت عادي او زيت زيتون؟ تمام. بعد كده دلوقتي هنحط هقلب كده الملح والكمون والزيت مع بعض. اوكي، وبعد كده هو بتقلي محتاج زيت تاني. تمام، وبعد كده هنضيف الليمون. الليمون بيتضاف بعد ما الفول يتشال من على النار عشان ما يمررش. طبعا ما ينفعش يتحط على النار ولا هو ولا الزيت، يعني الصحي الزيت ما يتحطش على النار. طبعا لانه ما يتأكسدش يعني. بس كده نقلبه بقى، ونقلبه كويس كده، ونجمله بالخضرة كده. حط الليمون على الجنب عشان لو حد عايز. وبالهنا والشفا. بعد بقى يا رشا ما خلصنا الفول وطريقته وكل حاجه، عايزين بقى ندخل على تاني حاجه في وجبتنا النهارده اللي هي البليله. قولي لي بقى هتتعمل ازاي؟ هي برضو طريقتها سهله جدا وبسيطه. بنجيب القمح يعني من عند العطار، من السوبر ماركت، من اقرب مكان لينا، وبعد كده بننقعه. بنغسله الاول كويس، وبعد كده بننقعه مثلا ساعة او ساعتين، لان برضو النقع بيساعد في تسويته. معظم البقوليات كلها بيفضل انها تتنقع الاول. وبعد كده بعد ما بيتنقع بيتصفى كويس، ويبدأ ان هو بنزوده مية، وبنبدأ نسيبه بقى على النار يتسلق. بياخد وقت يعني ممكن ساعة كده لغاية ما يتسلق. وبعد ما بيتسلق والبليلة بتشرب او القمح بيشرب المية خالص، بنبدأ بقى نزوده باللبن والسكر على حسب رغبتنا، ونسيبه بقى يقلب كده يقلب كده باللبن وبس، وبنطفي عليه. وممكن بقى نزينه بجوز هند، بمكسرات، بالطريقة اللي انت بس. هو احنا بعد ما انت بتقولي ان احنا نسلقه، بعدين نستنى لغاية لما يشرب المية خالص. يعني لما يشرب المية خالص يبقى استوى، يبقى دلوقتي لا مش شرط يعني، ممكن يعني لو لسه ما استويش بتطفي عليه وبتغطي عليه. هو يعني ما بنزودهوش مية؟ لا، ما هو بتستوي بسرعة يعني. طيب نروح بقى نشوف هنعمل البليلة ازاي. اوكي، بعد بقى ما سلقنا القمح وبقى شكله كده وغلينا اللبن، هنحطهم دلوقتي على بعض. بقى هنحط الاول السكر على اللبن. السكر على اللبن طبعا، السكر ده على حسب
هنغطي طبعا اللبن شويه كده وهنقلب ونبدا بقى نضيف البليله. يلا هنحط بقى البليله. لا لا كده كده خلاص هي جاهزه بقى ان احنا نغرفها. احنا هنسيبها يعني تقلب شويه بس على النار تاخد غلوه يعني. كده يعني يعني كله يمتزج ببعضه. بعد كده هنغرفها ونزينها. كده بقى يا رشا احنا عندنا الوجبه بتاعتنا المتكامله جهزت اللي هي الفول والبليله. دلوقتي بقى انت هتحطي اضافات على البليله. انا عندي ممكن احط جوز هند، لو في ناس ما بتحبش الجوز هند ممكن نحط المكسرات او اي اضافات انت تحبيها. تمام بس كده وكده خلاص البليله جاهزه. انا بشكرك قوي يا رشا على الوجبه اللي انت عملتيها لنا النهارده. انا كنت مبسوطه ان انا كنت معاكي النهارده. وكده ده بقى الشكل النهائي بتاعنا بتاع الفول والبليلة. عملنا حاجتين أساسيين جدا، الفول أساسي في كل بيت مصري والبليلة حاجة أساسية في البرد اللي احنا فيه ده. وده الشكل النهائي، وكل سنة وانتم طيبين وبالهنا والشفا.